اكيد كلكم بتتساءلوا هلا انه صبا ليه بلشت الفيديو هي بتغني اغاني قديمه. الجواب انه بهذا الفيديو رح نرجع لايام التسعينات. عملت سيرش على اللبس تبعهم، الميك اب، الشعر، المجوهرات، ايش بيعملوا بيومهم. اول خطوه رح نعملها اليوم اللي هو انه ننقي اللبس اللي رح نقضي فيها اليوم كامل. وطبعا قد ما عملت سيرش عن الموضوع لقيت هاي اللبسه. هاي اللبسه كثير مهمة. رح البس هلا وبعدين رح احكي لكم اكثر عن الميك اب والشعر شو رح نعمل فيه. اوكي سو اللبسه اللي قلت لكم عنها واللي لقيتها شايفين هاد ايوه طلنا بس ما وصل لي زمان مش لابسيته فكتير متحمسه لهذا الجمب سوت. هلا بدنا نشوف ايش نلبس تحتيه توب. اوكي انا اغلب اللي شفته كانوا يلبسوا تحتيه توب ابيض او مسكم ابيض بس انا ما عندي. الشغلات اللي اخترتها هاي التوب السكنيه وهاي التوب اللي فيها شويه ازرق، فيها ذاك البيج والتوب البيض. هلا رح اقيسهم واشوف انه انسب واحد منهم. اوكي لقيت التوب اللي رح البسه، صراحه حسيت انسب شيء لللبسه اللي هو هذا اللون او هذا التوب. بالنسبه للمجوهرات اللي كانوا يلبسوها كثير كنت اشوف فيديوهات انهم بيلبسوا مجوهرات هيك ضخمه، او مش ضروري بيكونوا ضخمين بيكونوا كتار. انا اوريدي لابسه انه سلاسل مع بعض، حتى هون مثلا هيك اساور. اللي لاحظته كمان بلبسهم يا جماعه انه كثير فضفاض كثير واسع خاصه البلاطين. هلا نحكي شوي عن الشعر بالميك اب. كثير بيستخدموا هاي البوكل، كانوا يعني بيرفعوا شعرهم وبيعملوا ستايلات من قدام او بحطوا بندانه، وانا مش من النوع اللي كثير بحب يرفع شعره، من زمان بحب دائما انه يكون شعري مفرود. فلهيك قررت ستايل معين للشعر رح يكون كثير هيك فوليوم، وبتعرفوا هاي الغره اللي بتكون زي هيك والشعر الفوليوم اللي من تحت، والميك اب كثير كانوا بيعتمدوا على الكحله، البلاينر، واي شادو مثلا فاتح. عشان اسهل الموضوع على نفسي بروح اتدلل واروح عند ليلى لانه ليلى رح تقدر تعمل الشيء اللي ببالي. ليتس جو عند ليلى. يا جماعه غيرت التوب. اوكي قبل ما اطلع لقيت هيك قميص ابيض عندي فحسيت هذا كثير انسب واحلى. اللون الابيض مع الجينز كثير ازبط. ويلا هلا نروح عند ليلى جد. اسمعوا نسيت احكي لكم انه وصلت عند الصالون. المهم ضلتني فايت على طول عشان اغسل شعري، ليلى لسه ما اجت، راح اروح انشف شعري قبل ما ليلى تيجي عشان احكي لها عن ايش بدي اعمل شعري بالميك اب. بما انه ليلى لسه ما اجت فانا قلت لدودو تعمل لي تصريح شعر لاني اخترت. بعمل شعري، ليلى قالت لي انه في وحده موديل من التسعينات رح نعمل الشعر والميك اب زيها. خلصت شعراتي زي ما انتم شايفين. هاي لولو. هاي مي. هاو ار يو؟ ام فاين. طيب ليلى يا جماعه زي ما قلت لكم اختارت هذيك الموديل، قالت لي انت بتشبهيها وبدي نعمل لك ميك اب بشبهها. قلت لها اوكي. التسعينات هذا ايش؟ يعني اهم شيء حواجب قد الخيطه هيك. بس انه هون احنا ما عم نقدر نلعب بالحواجب، سو لقينا سيندي كروفورد انه هي دلت طول الوقت على حواجبها حمال. خلص احنا ما بنعمل حواجب يعني. خلص ما نهلب حالنا بالضبط. يلا ليتس جو. خلصنا الميك اب وحاسه كثير غريب، مش عارفه كثير حلو بس كثير غريب لانه من زمان مش عامل هيك. طلع كيف هون الابيض هذا لازم هون هيك الوان سموكي، والحمرة طبعا لازم هاي الخط البني. هذا البني الاوفر لايننج لازم. هلا رح نظبط شعراتنا ونشوف كيف رح يطلع كله مع الشعر بالميك اب كامل. طلع يطلع يعني يطلع يعني يطلع يا كاميرا بليز. ما شاء الله. اوكي خلصنا الشعر والميك اب، هلا لازم نروح نعمل فوتو شوت التسعينات. شكرا كثير لليلى لانه عن جد ابدعوا. يلا رح نتصور. اوكي وصلت مكان اللي رح اصور فيه، فمشكله انه جوعانه خرب لانه كثير في هوا برا، فاضطرت اني افرق من النص بس انه نصيت على نفس الستايلين يعني مش سيء. وهي سمر معي. هاي. رح نصور في مكان اسمه الوردة، جبنا ايس كريم عشان التصوير. اسمعوا رح يطلعوا صور بجن. واذا ما طلع بجنن رح اعيط. بس مش شايفه البوز قبل التصوير. إيه لا 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 بس هيك. لا لا خلصتيها. طب عجبك الميك اب؟ والله بجنن. طلعوا هذا المكان واحلى هيك، حسينا انه الفايب تبعه قديم فرح نصور هون. كمان يلا الايس كريم. اوكي. اوكي احنا اجينا على الباص وما لقينا حدا هون، فطلع اسم الشاب حمزه، فشكله حمزه حيجي وطلع
مفروضنا فبنستعمل. فهلا نحاول. وهي اجا حمزه وهي صبعة عم تتبهدل. يلا خلص تعالي. شكرا. خلصنا من المكتب لانه حمزه اجا بهدلنا. مش خلصنا، لا احنا ما خلصنا، احنا انطردنا. انطردنا. المهم اخذنا صور كثير حلوه، روحوا شوفوهم على انستغرام. اوكي انا وسمر ابدعت. هلا رح نعمل الاكتيفيتي الثالثه اي ثينك اللي هو الشوبينج، بس راح يكون معي ضيف بهذا الفيديو فهلا رح تشوفوا. اوكي احنا هلا موجودين في المول، وهي واحده من الشغلات اللي كانوا كثير يعملوها المراهقين او التينيجرز ايام التسعينات، كانوا يضلهم يعملوا شوبينج وتسوق. فراح استنى ضيفتي العزيزه اللي راح تشاركني بهذا الموضوع لانها كثير مهووسه بهاي القصص. بعديها حنعمل الاكتيفيتي الثانيه اللي هي اكتيفيتي الاكل. فهلا بنستنى في الضيفه. اجت رزا واخيرا هاي هي ضيفي بهذا الفيديو او بنص الثاني من الفيديو. الحمد لله ما جابت سكه تاخير اخر. لا اجت بعد ساعه ونص. عادي هيك هذول اشياء بنات التسعينات التاخير عشان اخذت تاكسي على انه وقف. ما كان عندي تكاسي، كان عندي باصات، اخذت باص عبال ما اجي. ولا عندي تكاسي، والله واضح اني عم اسوي تكاسي. صح، من الشغلات اللي كانوا يعملوها كثير واللي هي الشوبينج. يس، فاحنا اليوم رح نروح شوبينج بثلاث محلات بالضبط، كلهم كانوا بالتسعينات عشان جد نطبق هذا الموضوع 100%، واللي هو عندنا بولند بير، اديداس، وتايم سنتر. فهلا رح نعمل شوبينج وهيك اجواء، وبعديها بنروح على الاكتيفيتي الثاني. اوكي شرينا فطور اول اكل، بس ما صورنا كثير لانه طلع تصوير ممنوع. المفروض حرفيا لانه احنا بايام التسعينات اصلا ما في موبايلات ولا كاميرات، المفروض اصلا هذا الفيديو ما تشوفوه. يا صح؟ خلص امحيها. يلا قمنا وهي مستلف الاكل. اكل هي السلطه للرز، وانا جيبوا لي هذول كلهم الي طبعا. كلهم الي. كلهم الي مش لعبت. لا لا كلهم الي. بس نخلص اكل بدنا طاقه كثير عشان رح اخذك على مكان كثير حلو. انا مش عارفه اكثر ما يكون شيء يلا. مكان بتحسي حالكم حرفيا زي كأنكم عايشين بعالم التسعينات بأمريكا مثلا. الساعة طبعا هلا صارت 7، حرفيا قضيت يوم كامل وشاركتني روزة في الموضوع وأنا بالتسعينات، فشكرا لك حبيبتي. وهلا رح نروح عند جيجي. يلا ليتس جو. اوكي رح نروح هلا نلعب. جاهزة تلعبي؟ جاهزة ألعب لأنه أكلت، فأنا هلا طاقتي رجعت تمام. يلا اوكي وصلنا على جيجي، وهلا رح نلعب بكل الالعاب المليانه هون. طبعا ايش في جيم؟ كثير اشياء جايز، كثير اشياء. فا يلا ليتس جو. Thank you.
صراحة ما حبيت. أنا أصلاً طلعت كلها من ورا. بحب أحكي عن مهاراتي. هاي اسمعنا بهاي الجيم صبوا السمعة. اوكي هنعملها بالهدف. مين هيك فاز؟ نفس الشيء تعادلين. يلا لعب البعديها. نلعب هلا لعبة جينكا، انه ما بعرف اذا كانوا يلعبوها بالتسعينات بس رح نحاول. تعلمي انه ما تكون لوزر. باي ما بتعلم. يلا يلا فكرة هاي اللعبة رح نلعبها انه نمسك هذا ونديره وين؟ المفروض يجي في النص يعني. عند وين الناس بتجرزها؟ احلى فعاليه اليوم الحيط. ومنختم يومنا بدرينك كثير لذيذ. هذا كان الفيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. شكرا لرز انها شيء جميل. اهلا وسهلا. حابه صراحه اقيم الاكسبيرينس 10 من 10، كان كثير لطيف. يا ريت لو ترجع تسعينات حرفيا. اذا حابين تشوفوني اذا حابين تشوفوني بحقبه ثانيه احكوا لي بالتعليقات. باي. I'm crazy like a fountain. Bye bye, daddy. Daddy, who? Daddy, daddy, who? Daddy, daddy, who?